يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المبشرات مع فضيلة الشيخ الداعي الإسلامي المعروف الشهير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حياك الله فضيلة الشيخ مرحبا حسن بارك الله يتجدد اللقاء اليوم إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين أهلا بك ومشاهديك ومستمعيك أهلا بارك الله فيك وسنبدأ اليوم إن شاء الله الحديث المباشر مع المبشرات كل من أهل الدنيا إن شاء الله وأن يسر الله لنا وأذن لنا بذلك إن شاء الله جعلنا الله إياكم من المبشرين ومن المبشرين آمين يا رب العالمين قبل ذلك فضيلة الشيخ نحن تواصينا من قبل بأن في نهاية كل حلقة نتواصل مع أخواننا المشاهدين بوصية توصينا بها نعم. فكنت قد أوصيتنا بوصية في نهاية حلقة الأسبوع الماضي وقلنا أن كل واحد منا يقدم شيئا لدينه ماذا قدمت للإسلام حتى إذا يعني واكبت الإنسان منيته وسئل ماذا قدمت لدين الله يقول قدمت كذا فأرجو في هذا الأسبوع أن يكون الإخوة والأخوات للمشاهدين والمشاهدات استمعوا إلى هذه النصيحة وقدموا شيئا وأرجو أن تفسح لهم مجال في الدقائق الأخيرة من الحلقة جميل. لنسمع منهم ما يثلج صدورنا وما تنشرح به هذه الصدور عندما نسمع أن مسلمين يعني الإسلام هو همهم الأول ونصره هو يعني على قائمة ما يهتم به كل واحد منهم إن شاء الله جميل إذا نخصص الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج للاستماع إلى أخواننا المشاهدين يحدثونا أيوة. بمذا قدموا للإسلام خلال الأسبوع الماضي ثم وصية جديدة جميل بعد ذلك الله. نطرح الوصية الجديدة أكبر. وعلى هذا المنوال إن شاء الله في كل أسبوع كنا من أهل الدنيا إن شاء الله بإذن الله تعالى أهل إذا المشاهدين الكرام انتظرونا بعد الفاصل للبدء في الحديث أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام فضيلة الشيخ عنوان حلقتنا لهذا اليوم فبشر عباد يا رب. هذه الكلمتان جزء من آية كريمة نعم. في البداية حدثنا عن هذه الآية أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اللهم اجعلنا ممن بشرتهم يا رب العالمين نعم. بالثبات على دينك في الدنيا وأن ينتقل الواحد منا من هذه الدنيا على كلمة التوحيد على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إن ربنا على ما يشاء قدير لا تؤاخذنا يا ربي بما فعل السفهاء منا واجعل غدنا خيرا من يومنا واجعل يومنا خيرا من أمسنا آمين يا رب العالمين يعني الله عز وجل في يعني في القرآن يبشر كثيرا من عباده يبشر الصابرين يبشر المؤمنين يبشر الصادقين يبشر المحسنين يبشر المخبتين لكن في هذه الآية التي ذكرت أنت وجعلتها عنوانا لحلقتنا هي آية من كلمتان من سورة الزمر نعم وسورة الزمر سبحان الله هي سورة تخص العقيدة بالدرجة الأولى يتكلم عن جانب العقيدة والعقيدة في القرآن تشمل تقريبا أكثر من 2000 آية يعني تقريبا ثلث القرآن في قضية العقيدة وكأن إذا كان القرآن 6236 آية في 2200 آية تتحدث عن التوحيد الثلث تقريبا الثلث ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما يعني ثلث القرآن يعني كأنه قرأ ثلث يعني مش كأنه يعني أخذ ثواب ثلث القرآن ولكن تحدث عن سورة الإخلاص تتحدث عن في معانيها كلها عن التوحيد فيعني كأنما أنت تتحدث عن ما ينم او ما يعني يلخص ويحدد ثلث القرآن 2000 آية اكثر من 2000 آية تتحدث عن قضية التوحيد العقيدة توحيد الله سبحانه وتعالى ولو وحد المسلم ربه حق التوحيد لما عصاه
يعني في علاقة شديدة كبيرة جدا بين صدق التوحيد وفعل العبد. لأن أنا إن وحدت رب العباد شعرت أن الآمر في هذا الكون إنما هو رب العباد عز وجل. لكن إذا توقفنا عند آيات فبشر عباد التي في سورة الزمر، لا يعني لا يجوز لمفسر أن يفسر إلا إذا رأى أو نظر أو أمعن النظر في الآيات التي تسبقها والآيات التي تلحقها. يعني لا تنتزع أنت كلمة من المصحف وتقول ما تفسير هذه الآية، ما معنى إياك نستعين. لا قد تفسر لفظيا لكن المعنى الشامل، المعنى الشامل قد يكون ضعيف في السياق. تعالى الآيات التي قبلها، الله عز وجل يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. يبقى الدين لمن؟ الدين لله سبحانه، ويجب أن يكون مخلصا، لازم أكون مخلص في الدين. وقلنا إن الإخلاص عجائبه ثلاث، لا ملك مقرب يطلع عليه فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا العبد نفسه فيغتر به. هذه صفات الإخلاص. جميل، نعيدها الشيخ مرة أخرى. يعني أنا يعني إذا رزقني رب العباد أو رزق أي إنسان الإخلاص، فالإخلاص ده سر من أسرار الله، يودعه الله قلب من يحب من عباده. فإذا أودع هذه الصفة أو هذه الملكة أو هذا السم في قلب عبد مؤمن، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرمه، لأن الملك نفسه لا يكتبه. إنه سر. جميل. الملك نفسه الملك المراقب الحسنات لا يكتب. لا يستطيع كتابته. لا 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 لا, 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 من لا ليس من مهمته. لأنه سر بين العبد بين المخلص وبين رب. وبين رب سبحان الله. ولا الشيطان فيفسده، لأن الشيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين. العبد المخلص لا يستطيع الشيطان أن يصل إليه. العبد نفسه لا يغتر به، لأن الصالحين من عباد الله الله كأنما يرفع سبحانه وتعالى العمل من أمامه فيرى نفسه مقصرا. يعني مثال، لو أحذف من كتاب قائل هذه الجملة مثلا، يعني قل يا ليتني كنت ناسيا منسيا، يا ليت أم فلان لم تلد فلانا، ولا نعرف أن القائل عمر نتعجب. صحيح. ما الذي يجعل عمر يقول هذا الكلام؟ صحيح. يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني كنت ناسيا منسيا، ليتني كنت تبنة. يغبط أبو بكر العصفور الذي يشخشخ فوق الشجرة. لماذا؟ لأنهم من المخلصين. فالله عز وجل يرفع الإخلاص من بين يديه فلا يرى نفسه قد عمل شيئا، لا يشعر نفسه لا بالتقصير. لكن نحن زي ما يعني يقول العلماء، المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. فانظر إلى الفرق. العكس تماما. ولا تجد آمنا من مكر الله إلا فاسق، ولا تجد خائفا من الله حق الخوف إلا مؤمن، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فأحيانا بعض المؤمن يقدم الحذر على الإيه؟ على الرجاء. وبعض العباد يعبدون الله على الحب. يا سلام، هذا معنى عاد يعني الشيخ المبشرات اللي هم الايه المخبتين، المخبت اللي هو ايه احب رب العباد سبحانه وتعالى. حتى قيل لاحد العلماء انا كنت مذنبا فاردت ان اتوب، وتبت، هل لي ان اذكر الذنوب دائما؟ يعني دائما اخلي الذنوب امامي ولا انساها وخلاص اذكر ذنوبي؟ سبحان الله. فقال العالم والله اذا ذكرتها دائما لم يصبك رياء الطاعة، لم تصبك رياء، لما يصبك رياء الطاعة يعني إيه؟ يعني أنت لما تذكر الذنوب دائما كذلك كنتم. فلما تشوف واحد لا يصلي ما تتهموش أنه أقل منك، لأن أنت في يوم من الأيام كنت كذلك. نعم. كنت نعم. سبحان الله. نعم. واحد والعياذ بالله مدمن خمر ولا مرابي أو يعمل أشياء من التي لا ترضي الله عز وجل، والله سبحان الله فذكرك للذنوب يوقفك عن الرياء. فقال أحد الحاضرين يا شيخ لي رأي؟ قال قل. قال كان مع الله في حالة جفا، حالة جفاء يعني، فلما تاب صار في حال الوفا، وذكر الجفا بعد الوفا جفا. يا سلام. فأقر الشيخ كلامه. يا سلام. يعني كان في حالة مع الله في حالة جفاء، إيه؟ جفاء بينه وبين الطاعة حواجز. نعم. موانع هو وضعها بنفسه. وبعدين فلما شال الموانع أو لما حذف الموانع ترك المعصية، ودخل في ركاب أهل الطاعة، صار في حالة مع الله في حالة وفاء. وفاء. يوفون بعهد الله، هو العهد الله الطاعة. صحيح. سبحان الله. ثم فلما صار في حالة الوفاء لا يجب أن يذكر حالة الجفا، كان في جفا
ثم أصبح في وفاء وذكر الجفا بعد الوفاء جفا. هذا كلام طيب. إذا انغلب هذا المعنى على المعنى الآخر. الله يرضى عليك. إذا الناس بين وبعد كل واحد ملكة خاصة. في واحد نفسه إذا ذكرت الطاعات تستشرف نحو الطاعة أكثر. وفي ناس لما تستمر الطاعة يخف عندها عبقها او ريحها الطيب. يألف الطاعة فتصبح زي ما بعض الناس يألف المعصية والعياذ بالله. لكن عبد ما يعني لما بيتوب الى الله. لان تلاقي بعض الناس لما يعصي الله عز وجل في معصية يحب يغطي المعصية باشياء من الطاعات. ودي نزعة في الانسان خير ليست شرا. يعني مثلا واحد مصاب مثلا بانه يعني يكذب مثلا. تجيب ايه كثير الصدقة. عايز يغطي شيء بشيء. شيخ هذا منهج اتوقع يعني في الاسلام. يعني ان الحسنات يذهبن السيئات. الله يرضى عليك. وبعدين لا الانسان يعني كل بني ادم خطاء. ولعل المثل الواضح سهل بن عبد الله لما طلع عليه اللصوص وسرقوا ما معه واصحابه حتى الطعام. فقال ان شيخ اللصوص او بلاش شيخ اللصوص كبير اللصوص يعني زعيم اللصوص زعيم اللصوص لا ياكل. فقال لما لا تأكل؟ قال الله اليوم يوم الخميس وأنا صائم. يا سلام. تعجب. فقال لص ويصوم. قال أترك بيني وبينه بابا عسى أن أدخل عليه يوما. يا الله حتى اللص. لابد. وبعدين قال سهل بعد 3 سنوات رأيته عند الحرم يطوف ويبكي فعرفني. قال يا سهل علمت أن من ترك بينه وبينه بابا دخل عليه يوما. فبلاش تغلق كل الأبواب. لا أبواب الطاعات كثيرة. وباب المعاصي ايضا كثيره. فلما تعمل معصيه ما فيش داعي تطرق كل المعاصي يعني بهذا لا. المنطق يعني احيانا الشيخ الشيطان نفسه هو من يزرع في الانسان هذا المعنى. انت انسان عاصي وانسان مرتكب للمعاصي. هذا الذي يريد ان يؤيسه من رحمه الله. ولكن الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فبهذا المنطق ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا كلام ربنا سبحانه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الدين أن يكون عبادتي لله في حالة إخلاص. تمام. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. هل هذا كلام خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم لكل مسلم؟ والله أول المسلمين إذانا وإذعانا لأمر الله. يعني مثال. كان الصحابي يرفع المطرقة. يعني يشتغل حداد او كده او فلاح في اعماله اليوميه. نعم. فيسمع الاذان فيلقي المطرقه. لا بورك في طرقه سمع صاحبها اذان الله ثم لم يجب مباشره. سبحان الله سمعنا واطعنا خلاص. لما نزلت ايه تحريم الخمر دار انس في شوارع المدينه يا اصحاب محمد او يا اصحاب رسول الله ايها المسلمون حرم الله الخمر من فوق 7 سماوات. قال الصحابه فما منا واحد في فمه جرعة خمر إلا مجها ولا زجاجة خمر إلا أراقها ولا دن خمر إلا سكبه. استجابة مباشرة. اجتنبوه. سبحان الله. المقابل سنة 1931 ميلادية يعني 80 سنة تقريبا أصدرت أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية قرار بتحريم بيع الخمور. فاستهزأ الامريكان بالقانون وقالوا عمل جفاف يعني جفت حلوقهم من عدم عدم شرب الخمر. المهم عملوا احصائيه وجدوا ان امريكا خسرت مش عارف 340 مليون دولار نتيجه تحريم الخمر وان حدث الحوادث كذا وقتل كذا وسبحان الله بكذا التحريم سبحان الله. فوقف عضو الكونغرس يقول انفقنا كذا وكذا وكذا وخسرنا كذا وكذا وكذا في تحريم الخمر. وقال محمد لاصحابه لما نزل عليه كلامه فاجتنبوه فذكر القصة. فانظر الى قانون الله وقانون البشر. الانسان نزاع الى ما عند الله سبحانه حتى وان كان عاصيا. فالصحابة مجرد كده. ولذلك قالت عائشة رحم الله نساء الانصار عندما نزلت ايات الحجاب نزلت متى صلاة الصبح. نعم. فما خرجت واحدة الا وقسمت لها اختها خمارها نصفين فاعتجرته فخرجنا كالغرابي بالسود. سبحان الله. هذا ايه سمعنا واطعنا. هذا الشيخ يعني دليل على الكلام اللي ذكرته في حلقة الاسبوع الماضي بان الانسان في غالب الاحيان ما يردعه الا دين. لا يردع وبالذات العربي. وبالتحديد. العربي كما اقول لك هو يعني ضد قانون. لكن قانون الله
سبع نقط سبحان الله. وأمرت لأن أكون أول المسلمين في إيه؟ في ائتماري بأمر الله وانتهائي عما نهى رب العباد سبحانه. جميل شيخ، اسمح لي أسألك سؤال في هذه. إذا المقصود أول المسلمين ليست يعني كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أنت أول من آمن بالله عز وجل؟ إذا صرفت إلى إليه يقبل المعنى هذا، لكن في واقعنا الحالي إذا يعني أول المسلمين في كلما سمعت أمرا كنت أول الإيه المسلمين له، زي أول الصف، زي أول الدفعة، جميل. أول الفريق، أول النابهين، أول المتفوقين، أول المطبقين، أول ما أسمع موعظة، أول من يستجيب، أول ما أدعى للصدقة، أول هذا المقصود. أنا ما خليش إيه يعني لا أجعل يعني أجعل نفسي ثانيا، لا يعني سبحان الله. جميل. يعني يعني شعار يرفع المسلم يفترض الشيء. حتى في الأمور العادية يقول الرجل الحكمة الرومانية تقول لأن أكون الرجل الأول في قرية الصغيرة خير لي من أن أكون الرجل الثاني في روما. يعني لا المهم الأول يعني الثاني ده ما يذكر سبحان الله، لا يذكره أحد. صحيح. نعم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني إذا القضية ليه أنا أول المسلمين؟ لأن لو عصيت أنا خايف من عذاب يوم عظيم. سبحان الله العظيم. نعم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. تاني مرة أخرى إخلاص الدين. لأن المبشرات تجي كيف؟ كيف تأتي المبشرات إلا عن طريق إخلاص دين؟ لابد أن يكون إخلاص الدين، لأن حتى في التوبة قال علماؤنا لابد أن تكون التوبة لله. فتساءل البعض وهل هناك توبة لغير الله؟ يعني هو واحد بيتوب لغير الله؟ سؤال وجيه. الله يرضى عليك يا رب. واحد والعياذ بالله مصاب بلعب الميسر، خلاص انتهت امواله، خلاص كلها ضاعت، راح كلها وضعت امواله في الميسر، ها وخلاص احنا نتوب. انا تبت. يعني هنا التوبه هذا المقصود. نعم. واحد والعياذ بالله مدمن خمر او مخدرات، قالوا خلي بالك انت لو خدت جرعه واحده الكبد بتاعك هيتهرق وينتهي وتحتاج الى زرع كبد. يقول ايه؟ لا 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 احنا نتوب الى الله. وقلنا قصه لطيفه من قبل رمزيه، لا تكن توبتنا كتوبه الثعالب. ايه توبه الثعلب؟ قال في القصه رمزيه ان الثعلب اخذ عنقود عنب من بستان، فجرى خلفه صاحب البستان بعصا، فقفز الثعلب فوق السور فوقع منه عنقود العنب داخل البستان. السور عالي فينظر الى العنقود بحسره، ولكن ينظر الى عصا الايه؟ عصى صاحب البستان. فيقول الثعلب لما يأس وعرف ان صاحب البستان لن يغادر المكان، الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. هذه توبة الثعالب لا تصلح. اذا هذه نفس توبة صاحب الخمر. الله يرضى عليه. ايه؟ ولذلك يجب ان تكون التوبة لله، اعبد لله سبحان الله. ولذلك يعني اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن اشرك في عمل معي غيري تركته وشركه سبحان او ودعت نصيبي لشريكي. يعني ما ينفعش يقول ايه والله انا يعني ايه يعني هعمل القصه دي هدفع ال100 دينار عشان برضو مدير المصلحه يعرف ان انا ايه رجل متصدق، وهروح اصلي على فلان لان الصلاه واجبه، ولكن برضو احيانا بصراحه لا اترك واجبا الا ادوه نحونا. ماذا نسمي هذا الشيخ؟ شرك. هذا شرك في العباده، والله غني عنه طبعا. شرك اصغر ولا يخرج من المله، ولكن شرك اصغر. يعني أدع لله شريك في المسألة. في هذه الحالة الشيخ لو كان عمل صالح لا يحسب له أجر؟ دخل فيه دخل. يعني شوف أمرين في الإسلام لا يقبل من العبد إلا أن يكون 100%. أمرين: التوحيد هو جانب العقيدة يعني، ثم أحكام التلاوة. ما ينفعش نقرأ القرآن كده بدون أحكام، غير أحكام. والأحكام لازم تكون إيه؟ كما نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بهذا المنطق دي او دي. كان الشيخ رحمه الله عليه يقول ايه؟ يقول يعني لما يعطي اجازه لمن حفظ يعني يقول له انت تقرا القران كما كان يحب ان يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف انك حصلت على الاجازه. هو كده انت قرات القران لانه مشافهه. جميل هذا المعنى. انت تقرا القران لان الرسول لو جلس لكنت كأبي موسى. قال يا رسول الله اتسمعني؟ اكنت تسمعني؟ قال من اول ما قرات يا ابو موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. قال والذي بعثك بالحق نبيا لو كنت اعلم انك تسمعني لحضرته لك تحبيرا. سبحان الله. كنت جودت
وحطيت الغنة مكانها ورتبت، سبحان الله العظيم. فاعبدوا ما شئتم من دونه، انا هعبد الله مخلص، انا لا سبحان، انتوا اعبدوا انت عايز ما يعبد. شئتم. نعم. اللي عايز يعبد المال يعبد المال، اللي عايز يعبد الزوجة، اللي عايز يعبد الاولاد، اللي عايز يعبد الكرسي يعبد المناصب. وبعدين ايه؟ من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. ما الذي ضيع قارون؟ ماله؟ ماله. نعم. واللي ضيع فرعون؟ كرسيه. واللي ضيع حمان؟ وزارته، سبحان الله. صحيح. فايه اللي ضاع ابو جهل؟ العنجهيه. ايه اللي ضاع ابو لهب؟ الكبر. ايه اللي ضيع ابو طالب؟ ها؟ انه صاحب السفله من القب. صحيح. ما هو العلماء لهم لفته لطيفه، وان كلبا صاحب الاكابر، فذكر في القران. يا سلام. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، وابا طالب، وان ابا طالب صاحب السفله من القوم فمات على كفره. فاذا القضيه في الايه؟ قل لي من صديقك، اقول لك من تكون من انت، او من تكون. فلذلك يعني مثل ما ذكر الشيخ، سيبقى الكلب يذكر حتى يوم القيامه. والعياذ بالله. الله يرضى عليك. ليه وايه؟ ويذكر في مكان جميل. شيء طيب. الكريم. او كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، سبحان الله. ذكر ليه؟ لانه ماشي مع الصالحين. صاحب الاخيار. صاحب الاخيار. فدي كلمة لأبنائي وبناتي، لا تصاحب إلا إيه؟ إلا من به شروط خمسة. استطراد هذا الشيخ؟ على استطراد. الشروط الخمسة؟ إن رأيته ذكرتني بالله رؤيته. جميل. أول شرط. ودلني على الله حاله. وزاد في علمي منطقه. وإن رآني غافلا ذكرني، وإن رآني ذاكرا أعانني. خمس. خمسة. نعيدهم الشيخ؟ تاني. نعم. إذا رأيته ذكرتني بالله رؤيته. أول ما أذكر أذكر المساجد، مجالس الخير، الصدقات، مجالس العلم، سبحان الله. لأنه هو صاحب هذه الأمور. هو لا أراه إلا هكذا، لا أراه إلا كالنحلة التي إن وقفت على عود لا تخدشه ولا تكسره، وتأخذ منه إيه؟ وتأخذ منه أطيب شيء وهو الرحيق، وتعطيني أطيب شيء وهو الإيه؟ وهو الشهد. سبحان الله. إن إذا رأيته ذكرتني بالله رؤيته. وبعدين زاد في علم، زاد في علم منطقه، كل ما يتكلم انا ازداد علم، استفيد من الكلام. ودلني على الله حاله، هو حاله كده، مش يقول كلاما ويطبق كلام اخر. بعدين ان رآني غافلا ذكرني، هذه الرابعه. وان رآني ذاكرا اعانني. يا سلام. هذه الاخوه، نعم الصديق. بس ساعتها سبحان الله الامام علي يقول ايه؟ ان الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك نفسه ليجمعك. يا سلام. سبحان الله. قالوا ماذا تصنع لأخيك؟ قال إن احتاج عينا أعطيته عيني، وكلما قابلته إلى أن أموت أعتذر إليه أنني ما أعطيته الأخرى. يا سلام. عندنا الصحابة كما قلنا، ما في أرقى من هذا المعنى الشيخ. ما في أرقى. الصحابة كان إيه يقول لك؟ أن كان الواحد منهم يضع التمرة في فم أخيه ليجد حلاوتها في فمه هو. يا الله. وبعدين انا لما اقول هذا الكلام الناس بتسخر مننا، يقول لك الشيخ عمر اصله عايش في برج عادي هو والمذيعين اللي بيطلعوا معاه، يقول كلام عجيب. لا مش كلام عجيب، عايزين نرقى بالامه، لان ما فائده الصلاه والصيام اذا لم اشعر باخوته؟ يعني ايه؟ صحيح. العلماء قالوا ان الصاحب صاحبان اثنين، او الاخ الاخوه نوعان. صاحب يقف بجوارك في المصيبه وفي البلاء، وصاحب يقف معك عند الرخاء. فاستمسك بالعروة الوثقى مع صاحب البلاء، وإياك وصاحب الرخاء، فإنه ينقلب فيصير أعدى أعدائك. تماما. صاحب الرخاء ما هو بيصاحبك ليه؟ أنت في حالة رخاء وما في أي مشكلة أو أي منغص يعني. إن قل مالي فلا خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. سبحان الله العظيم. كم من عدو لأجل المال صدقني، وكم من صديق لفقد المال عادان، فأي الخيرية في هذا الصديق؟ هذا ليس بصديق أبدا. تمام. ولذلك العلماء قالوا إيه؟ سيدنا علي يقول صديقك من صدقك لا من صدقك. صدق يعني إيه؟ يعني نصرك ظالما أو مظلوما، ويقومك إذا أخطأتنا. قالوا ننصره مظلوما، فكيف نصر ظالما يا رسول؟ قال أن ترده عن ظلمه. قالوا لا، لغاية كده لا 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 لا، أنت هنا متعدد. هذا الصديق الصادق الذي يصدق. لابد أن يكون بهذا المنطق، وإلا سبحان الله. نعم شيخ، يعني بما أننا ما زلنا في الاستطراد، يعني كما ذكرت ربما كثير من المشاهدين أو من يسمع هذا الكلام يقول يعني مثل ما ذكرت بأن هذه المعاني المثالية، أنا أقول هذا واقع شيخ موجود الآن. يجب أن يكون واقعا.
ويوم الأمة يعني ما تخلو الأمة شيخ من الله أكبر هؤلاء. الله أكبر. لا. ولا يعرف هذا ولا إلا في بيت الله، لأن العلماء قالوا لنا إن لك في المسجد فوائد سبع. أول فائدة فيها أنت لما تتردد على المساجد، نعم، أخا مستفادا في الله، أو علما مستظرفا، أو رحمة مستنزلة، أو كلمة تدلك على هدى، أو تمنعك من ردى، أو أن تترك الذنوب خشية، أو حياء. هذه فوائد سبعة للمسجد، ولا تجد هذا في بيت الله. أول شيء أخا مستفادا في الله. طيب شيخ، نرجع من استطرادنا الجميل، نعم، والرائع، نعم، ولعل الشيخ يعني ما في مانع في حلقاتنا القادمة أن نستطرد في مثل هذه المعاني الجميلة. شكرا الله. جميل. احنا دعنا نتحدث على الأريحية. جميل. بما يفتح لنا. جميل. بس. نعود شيخ يعني عند موضوع توبة الثعالب. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. اللي خسر نفسه وأهله بإيه؟ ببعده عن المنهج. لم يعبد الله مخلصا، لم يطبق دين الله سبحانه وتعالى. طب أنا أصلي وأنا اغتصبت أرضك، ما ثمرة الصلاة؟ ذهبت لأحج وأنا مغتصب ألف من مالك، ما قيمة الحج وما فائدة الحج؟ وهكذا وقس عليها قيام الليل من لم تنهه صلاته سبحان الله من لم تنهه صلاته عن المنهج. أين الثمرة؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، والعياذ بالله. ليه؟ لأنه ليه؟ لماذا من فوقه ظلل ومن تحته ظلل؟ لأن الناس كانوا منه في حالة من الحرقة والأسى والألم كأنه نار عليه، فأصبحت النار فوقه وتحته. ليه؟ لأنه لما يتقلب يمن ويسر في المجتمع فيعمل لهيب، ينكد على الأمم، ينكد على الشعوب، ينكد على المجتمعات، على الأسر، على العائلات، يشيع إشاعات باطلة، يقول كلام كاذب، فده يخلي الأسر في حالة من النار والحرقة. سبحان الله. لهم من فوق إيه؟ من فوق ظلل من النار ومن تحت ظلل. ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد اتقون. الله عز وجل يذكر هذا، نعم، عشان العباد يخاف. نعم. في عباد لا يأتون إلا بإيه؟ بآيات التخويف. سبحان الله. والذين احنا داخلين على الآية، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الطاغوت اللي هو يعني منتهى الطغيان، زي الملكوت، الرحموت، نعم، يعني هذا الاشتقاق، يعني مبلغ الطغيان، مبلغ الطغيان، او كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت. كل شيء يعبد من دون الله فهو طاغوت. حتى الشيخ يعني عبادة الشهوات وعبادة الليل هكذا. وفي من يعبد نفسه، يعبد ذاته، انا انا انا، سبحان الله، والعياذ بالله رب العالمين، لا يرى في الكون الا هو. اذا هو طاغوت. انما اتيته على علم عندي، ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، ما علمت لكم من اله غيري، نعم، ما اريكم الا ما ارى، وما اهديكم الا سبيل الرشاد. كل انا 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 خلاص. اذا انا ورمت فظن شرا ولا تسال عن الخبر. وقلت من قبل وما زلت احقق ان علماء النفس يقولون إذا سمعت من رجل في مجلس واحد يقول أنا أكثر من خمس مرات فهو مريض نفسي. أكثر من خمس مرات في مجلس واحد؟ لا، دائما أنا دي يقولها في خمس دقائق، يقول لك أنا أنا أنا، سبحان الله. ربما أكثر من المعاني اللي يقولها يقول في مجلس. سبحان الله، سبحان الله، والعياذ بالله. نعم. الذين يستمعون القول والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوه وأنابوا إلى الله، رجعوا إليه، نعم، لهم البشرى فبشر عباد. والعجيب ان عباد هذه ليست لا يجوز ان تقف عليها، لا تقف. ليه؟ لان فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الصفه. طيب هتسال انت سؤال اكيد. انا ساسالك سؤال لكن خلينا ننتهي من الايه اول شيء. طيب انتهينا. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. عنده حسن واحسن فياخذ الاحسن دائما. وسوف نعود اليه. سبحان الله. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أنا أتوقف هنا. هؤلاء أصحاب العقول النيرة وأولئك الذين هداهم الله، لأنهم لما يستمعوا القول يتبعون أحسنه، يتبعون أحسنه تطبيقا وليس كلاما. نعم. لك سؤال. طيب شيخ، سؤالي يعني بعد ما استمعنا للآيات واستمعنا أيضا للشاهد وعنوان حلقتنا في هذا اليوم، من هم أحق الخلق وأحق العباد بهذه البشرى؟
هو الآية وضحت أنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني أضرب لك أمثلة كمثال. نعم نعم تفضل. كف بصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقد بصره لما كبر وهو كبير. نعم وكبير، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وهو مستجاب الدعوة. فدخل عليه الأحباب والمريدين وقالوا له: يا سعد، يا خال رسول الله، دعوتك مستجابة، ادعو الله أن يرد عليك بصرك. وثبت لهم من قبل عدة مرات أن دعوته مستجابة فعلا. قال: اختيار الله خير من استجابة دعائي. يا سلام. يبدا عليك ده له البشرة ولا ليس له البشرة؟ له البشرة. طيب هذه مثال. هذه مثال جميل، يعني نذكر من هم بالأمثلة. نعم. تعالى لعمر بن الخطاب، قال: والله لإسلام العباس أحب إلى نفسي من إسلام الخطاب. قال: يا أمير المؤمنين، يا عمر، عجيب، أبوك الخطاب إسلام العباس أحسن من إسلام الخطاب؟ قال: بلى، نعم، إسلام العباس عجيب هذا الشيء، يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وإسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي أنا، وإدخال السرور على قلب رسول الله أولى وأحق عندي من إدخال السرور على قلبي. يا الله. لهم البشرة ولا لا؟ ما تحتاج سؤال الشيخ. نعم. أنا أقول قصة وأترك لإخواننا المشاهدين هم كده يهيموا معنا في هذه المعاني الراقية والرائعة. نعم. أم سلمة يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليعزيها، عليه الصلاة والسلام، قال: يا أم سلمة، قولي: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: يا رسول الله، وهل هناك خير من النبي سلمة؟ معقول يعني؟ لكن قال: قولي. فقالت، فلما انقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، انا امرأة مصبية، مصبية انا عندي صبيان ابناء. نعم. ابناء يعني، سبحان الله، وغيرة انا اغار، سبحان الله. قال: اما انت مصبية يتولاك رب العباد سبحانه، لمن ما تجريش بالك، ربنا يجعلنا ايه وسيلة خير يعني. نعم. واما غيرتك فسوف ادعو الله ان يذهبها، فدعا لها فاذهبها فتزوجها، عليه الصلاة والسلام، وصارت ام سلمة. كيف كانت تظن بان ما في افضل من ابو سلمة؟ اللهم ابي سلمة، وهل هناك افضل وخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرزقها الله عز وجل، عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا؟ لان العبد لما يقر الذين يتبعون القول فيتبعون احسن، هو ده كل ده يتبعون، يعني يسمعون قالوا فيتبعون احسن. تعالى الى ال واحد زي الفضيل بن عياض، احنا ننزل هو تحت شوي تابعين. الفضيل بن عياض سرق فبكى، قال: ما يبكيك يا امام؟ قال: تذكرت وقفته معي يوم القيامة، أجادله وأحاججه، هو مسكين لا يلقى جوابا ولا يجد جوابا، فرثيت لحاله. يا الله، يرثى لحال السارق، لأن هيقول ايه يوم القيامة؟ هيقول ايه؟ المال وضاع، سبحان الله. وابن مسعود كان أرقى حالا من هذا كمان، يعني رضي الله عنه، لما سرق ماله قال: أدعو على السارق يا ابن مسعود. قال: أنا صاحب المال، أنا أدعو أن تؤمنوا. ماذا قال؟ ما سرقه سرق، اللهم إن كنت تعلم أن الذي سرق مالي محتاجا إليه فبارك له يا رب فيه، وإن كان غير محتاج إليه فاجعله آخر ذنب يرتكبه في حقك يا رب العالمين. يا الله، دعائين يعني، دعا له ولم يدع عليه. بالله، سبحان الله. من يفعل هذا اليوم الشيخ؟ سيدنا أحمد بن حنبل في أزمة خلق القرآن رحمه الله. صديق له كان يعالج كسرة، يطببه، طبيب. فلما أحمد بن حنبل كان في جزء من شدة التعذيب، ظل سنوات طويلة يعذب على مدى 4 خلفاء. نعم. سبحان الله. فظل جزء في ذراعه يؤلمه ألما شديدا، وكأن الجلد قد مات على الألم، بس لكن في ألم شديد يخرج. فاحتار الرجل، فقال الطبيب: أنا كنت رأيت في السجن رجلا كان له علم بالطب، فدخل طلب أن يدخل السجن زيارة، دخل السجن زيارة إلى أن علم وسأل الرجل، قال له: لابد أن جزء من لحم قد مات وتعفن داخل جلد الإمام، فلو خرجتوه، سبحان الله. فذهب وفتح الجرح دون مخدر،
اقتطع قطعة اللحم المنتنة هذه سبحان الله التي تعفنت داخل جسد الإمام أحمد سبحان الله العظيم. فكأن الإمام أحمد وكأنما نشط من عقال، لكن شعر بألم شديد، فكان كل ما يقول الله اللهم اغفر للمعتصم، الله اللهم اغفر للمعتصم، يا الله. المعتصم هذا كان من هو الخليفة أحد الخلفاء اللي سجنوه يعني وعذبوه. نعم. وعذبوه سبحان الله العظيم. فيقول أنت تدعو للمعتصم وقد صنع معك هذا؟ قال كلما ذكرت قرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت له عسى أن يشفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبي لقرابته. عليه الصلاة. إيه المملكة دي؟ الكلام ده رقي، ما فيش أرقى من كده جدا، ما فيش تبشير أكثر من كده جدا أبدا. فبشر عباد تعالى الأمثلة الأخرى، واحد مثلا زي سيدنا عثمان رضي الله عنه. اللهم ارضى. سيدنا عثمان لما قبل سيدنا عثمان كان في في في, في الصحابة الجليل جليبيب. جليبيب ده كان عبد فقير عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وكان دميم الوجه، كل ما يروح يخطب أولا لا مال ولا جمال. يرد. ما حد يرد. فقال صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يا جليبيب إنك والله عند الله غالي. يعني عشان يرفع لازم يرفع معنويات. جميل. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الصحابة جالسا، قال له أريد أن تزوجني ابنتك. قال على الرحب والسعة يا رسول الله. هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ليست لي وإنما لجليبيب. قال أستأمر أمها. يعني الرجل برضو عايز يراجع حساباته. تردد تغير الشخص. نعم. فقال إن الرسول طلب ابنتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ابنتنا. فقالت على الرحب والسعة. قال ولكن ليست له وإنما لجليبيب. قالت لا، هذا الفقير الدمين. لا 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 لا. البنت تسمع. البنت تسمع من الداخل. نعم. قالت أتريدان أن ترد مطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قالت أرضى بجليبيب. زوجه. فلما زوجه سبحان الله العظيم استشهد بعدها بمدة قليلة في المعركة. جليبيب. فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدفنه، ويقال أنه دفن بجوار حمزة سبحان الله. قال اللهم إن هذا مني وأنا منه. يا الله. جليبيب. حتى يقال أن ابن مسعود قال يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. ويقال في رواية أخرى أن اللهم إني أمسيت راضيا عنه، اللهم فرض عنه. المهم فلما دخل يعزي زوجته اللي زوجة جليبيب هذه التي رضيت، قال اللهم بارك لها وأغنها من فضلك، فكانت خير نساء الأنصار في النفقة بعد أن أغناها الله ببركة دعاء رسول الله. عوضها الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله في هذا الأمر. لا إله إلا الله. هذا الرقي جليبيب هذا يعني أليس مبشر عباد؟ نعم. يدخل في الدائرة ولا ما يدخل في الدائرة؟ سبحانه. يدخل رضي الله عنه. وصل ثابت البناني رضي الله عنه وكان أحد تابعي التابعين، والأعلم متى يذكرني رب العباد عز وجل. سبحان الله. فتعجب القوم قالوا كيف يا رجل اعلم متى يذكرني رب العباد عز وجل؟ سبحان الله. قال عندما اذكره. قال ربنا فاذكروني اذكركم. جميل. هذا فهم جميل. جميل. فهم مباشر يبشر ام لا يبشر؟ يبشر. ابن عباس قاعد كده وبعدين لقي واحد ماشي قدام الحلقه كده بتاع الدرس، قال والله هذا رجل يحبني. قالوا ما الذي اعلمك ابن عباس؟ قال لاني يحبه. جميل. سبحان الله. هذا الشيخ هذه البساطة هي اللي يعني جعلتهم يعيشون هذه المعاني بدون تكلف وبدون بدون فلسفة. شيخ يعني. صدق النية. هو ما ضيعنا إلا الفلسفة والبعد عن نحور في الكلام وندور في الكلام ورأيي وفكري وأنا أرى والتاني ولا شايف ولا غيره ولا عارف. سبحان الله. لا يعني قال إن عمر رضي الله عنه يلتزم أبو بكر وليا طولها من ليلتنا يا أبا بكر. يوحشوا من صلاة العشاء سيشتاق لحتى الفجر. سبحان الله. جميل. أن تقول شيخ أنا أريد أن أتوقف قليلا. توقف قليلا. يعني توقف ذكرت قليلاً. لنا مجموعة كبيرة من القصص والأمثلة الرائعة للصحابة والتابعين، وأنا أستأذنك وأستأذن أيضا السادة المشاهدين بفاصل قصير ثم نعود.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في المبشرات وفي حلقة اليوم التي هي بعنوان فبشر عباد، من هم هؤلاء العباد؟ ما هي صفاتهم؟ واستمعنا أيضا إلى كثير من الأمثلة الرائعة التي طرحها لنا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ حياك الله مرة أخرى. أهلا وسهلا مرحبا. يعني توقفنا مع أمثلة رائعة وراقية لهؤلاء العباد، هؤلاء الذين يستحقون البشرى. وهو أصل ذكر هؤلاء يرطب النفوس أولا، النفوس جفت من ان كل النفوس الا من رحم ربي اصبح صاحب مصلحه. يعني بالله عليك عمر لما يرضيه ان 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 اسلام العباس، لان هذا يدخل الصوره. طب بالله عليك هل بحثنا نحن عن يعني من ما يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاه والسلام. يعني سبحان الله العظيم، يعني من منا بحث في هذا البحث؟ صحيح. من منا قال والله انا اريد هذا الاسبوع ان ادخل السرور على قلب رسول الله؟ سبحان الله. طيب ماذا صنعنا؟ الله يسمع. لو نظر الينا اتيح له ان ينظر الينا صلى الله عليه وسلم الى وضعنا الحالي وواقعنا المر، ماذا يقول؟ سبحان الله. هذه كارثه كبيره. سبحان الله. الشبلي رحمه الله كان له زوجه صليت النساء، فقالت له نريد لحما. انا من اين؟ من اين تجيب اللحم؟ انا عندي درهمين يعني دخلتهم مدخرين وكنت هات لحم. راح وهو رجع من عند القصاب او الجزار او يعني سميه ما شئت، يعني اتى باللحم، يعني اتى باللحم فيحمله على يديه هكذا، لا ملفوف كذا ولا كذا ولا كذا، يعني حدقه لم ترى اللحم الا في يد، نزلت خطفت اللحم. المهم نعم خاف ان يعود الى البيت لان زوجته صليت النساء، قال خليها تهدأ الاول ما يقدر عليها. ما سبحان الله. فراح يصلي في المسجد الظهر والعصر، رجع بعد صلاه العصر فقال اما هل تغديت؟ قال لا. هل تريد طعاما؟ وانا اهلا وسهلا. فتعجب من اين؟ لكن عندهم لا برادات ولا ثلاجات ولا مدخرات، نجيب اللحوم نخزنها لسنة 2017 ميلادية سبحان الله وتفقد قيمتها. المهم ما علينا، خلينا احنا في الايه؟ في موضوع الشبلي. نعم. في الشبلي وزوجته. فالمهم فجاءت بلحم مطبوخ. من اين؟ هو تعجب الان. تعجب من اين؟ سبحان الله. قال بعدما تركتنا بهنيها تصارعت حدقتان فوق بيتنا فسقطت منهما قطعة يا الله. فقال يا ربي أرسلت لنا خادما يحمل اللحم عني بالمال الحلال حتى لا يحمل الشبلي. ثم بكى الشبلي وقال يا ربي أنت لا تنسى الشبلي والشبلي هو الذي ينساك. يا الله. سبحان الله. فبالله عليه هذه يعني هذه المبشرات، أليس هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ لكن القصة لها أو الشرح له شروح. طيب شيخ. نعم. نبدأ في الشرح ونستقي من هؤلاء ومن نعم هذه الأمثلة اللي ذكرت. جميل. صفات، دعنا نعم نقول صفات مباشرة. جميل. ما هي صفات هؤلاء العباد؟ جميل. هؤلاء المبشرين. جميل. واحد زي سيدنا سعد، أقول طب ليه ما تدعو الله يا الله ما رد بصر؟ يرد بصر. صحيح. لأن واحد افترى عليه كذبا. سبحان الله. واحد افترى عليه، قال اللهم إن كان صادقا فاغفر له وإن كان كاذبا فأرني فيه آية. خرجت ناقة نادة عن شاردة كأنما تبحث عن شيء، فأخذت الرجل بين رجليها وظلت تتقذفه حتى قتلته. فدعوة سعد مستجابة مباشرة. والمرأة التي افترت عليه وادعت عليه زورا، قال اللهم أصبها بالعمى وأمتها في بيتها، وقعت من عالي في البيت، سقطت في بئر بيتها لما دعت عليه زورا. وكان الصحابه يخافوا من سيدنا سعد ولا يغضبوه. نعم. ورغم ذلك كذلك قصه الرجل اللي اللهم اطل عمره واكثر فتنه، كان يتعرض للنساء. نعم. في الشوارع والعياذ بالله، وهو كبير في السن وشيء يعني مش تمام. فكانت دعاء سعد مباشر، فلو دعا لنفسه ربما الله عز وجل يستجيب. لكن انظر الى ايه. سبحان الله. عندك انت اختيار ولله اختيار. إن كنت من الذين سوف يبشرون فأنت لا تختار مع الله. قال علماؤنا الكبار دبر ألا تدبر واختار ألا تختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار. سبحان الله. يعني إيه؟ يعني واحد يقول لك طب أنت عايز تكون إيه وأنت تقول والله أنا أريد كما يريدني رب العباد. لا اختيار مع اختيار الله أبدا. جميل. ليه؟
طب اقول لك شو الاحكام تعلل ليه الاسلام بيقطع يد السارق؟ لماذا؟ لماذا صحيح؟ هو طبعا الاحكام معروفه، لكن سر الموضوع ايه؟ في العبادات والاحكام لها اسباب. شيخ دعني اسالك سؤال قبل الموضوع. احنا مطالبين بان نعرف الاحكام او نعرف الاسباب من هذا. لا 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 بس 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 للعلماء علل والاحكام تعلل. يعني لو فهمنا العله زاد تثبتا عندنا. اكيد. بالظبط. فالسارق اولا لانه اولا انتهك حرمه مسلم بان اخذ شيئا لا يستحقه ممن كان له مال. نمره واحد. نمره اثنين لم يرضى باختيار الله سبحانه له الله له في رزقه، فاراد ان يستجلب ما يظن ان به سعادته. هكذا الكلام يقال للمرتشي ولاخذ اموال السبع والذين يدون الى الحكام بالاموال اللي ايه الحكام اللي تاكلوا اموال الناس ايه بالبعض. سبحان الله. نعم. ربنا يقول وتدلوا ايه الى الحكام، تدلوا بها يعني تدلوا بها بعد ما تصير يد المدير كبيره عاليه تصير ايه اليد السفلى. ده اولاد الناس على السلام مثلا ده السلام سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان سعد رضي باختيار الله عز وجل. تعال احنا نقول علينا احنا اذا الصفه الشيخ الصفه ان ترضى باختيار الله عز وجل. تمام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. تسقطها على 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 علينا تقول ايه واحده ترفض الحجاب ها يبقى ايه ترفض اختيار الله وامر الله عز وجل ورضيت ايه باختيار الاهواء واختيار البشر واختيار الوظيفه واختيار الاصدقاء هل هذه تبشر؟ لا اظن لا تبشر. ما احنا خلينا بس احكام واقعيه. لا لماذا؟ لان سبحان الله لقد تكبرت على الله ورسوله والعياذ بالله. ايضا من لا يصلي، ايضا من لا يزكي، ايضا من لا يصوم، ايضا هكذا يعني عمها. هذه قصه سعد. نعم. قضيه ادخال السرور عند عمر على قلب الرسول هذه ايضا اذا اردت ان تعممها سبحان الله صفه اخرى ادخال السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. نستطيع الان شيخ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى اذا اتباع سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما نقول ايه لو ان يعني امثله بسيطه في المجتمع. واحده مش محجبه ومصلية ومزكية وطيبة وتحفظ الدين لكن الحجاب عندها نقيصة يعني كده. لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها ووجدها جالسة بجوار أختها المحجبة ممن يسر رسول الله عليه الصلاة والسلام المحجبة خلاص خلصنا الموضوع ببساطة كده ينفع؟ ينفع. هذا مثال بسيطة ينفع. بس طيب تعال إلى 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 قصة أيضا الحمزة لما الرسول رأى بقرة بطنه قد بقرت وأنف جدع ومثلت به هند سبحان الله رضي الله عنه فلما رأى صفية قادمة صفية بنت عبد الله أخته نعم. وعمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال يا زبير بن العوام أرجعها لا يريد أن ترى أخاها قال إن الرسول يمنعك قالت لأصبرن ولأحتسبن إنه بلغني انه مثل بجسد اخي فقال الزبير يا رسول الله لا تصبرن ولا تحتسبن فلما راته قالت انا لله وانا اليه راجعون ثم اعتذرت ولا لطمت ولا شقت الجيوب ولا قالت وجملاه وسبعاه زي ما ايه بالله عليك هذا الصبر والاحتساب عند من يصاب بمصيبه هذا الهدوء الغير طبيعي لما يقال ان الاحنف ابن قيس كان احلم العرب قال ممن تعلمت الحلم قال من قيس ابن عاصم قال ماذا صنع قيس قال كان يجلس في درس له نعم الدرس ومحتبئ يعني عامل رجليه كده وبيديه نعم هذه الجلسة فجاء اليه من يقول له ان ابن اخيه قتل ابنه ابن اخي قتل ابنه ابن اخو قيس بن عاصم قتل ابن قيس بن عاصم ابن عمه يعني قال لقد اوهى عضده وقطع رحمه وقلل عدده اتركوه فقد عفوت عنه ثم اكمل درسه يا الله من هذا هذا احد المبشرين بس رضى عليه رضى عنه لان اقول لك شيء واحد يقول لك ايه يا اخي يا مش شيء. اصلا لان اقول لك شيء هو انت لما تيجي الواحد قليل الذكاء الطفل صغير عنده 3 سنوات تقول تعال يا ابني تعال اجلس احكي لك حكايه مهمه جدا طفل عنده 3 سنوات
تقول له الذرة فيها نيوترون متعادل وبروتون موجب والكترون سالب وفي مدارات يدور فيها هذا وفيها قوة طرد الكتروستاتيكي وقوة جذب الكترون. قوة الطرد تساوي قوة الجذب فيحصل ايه تعادل في الذرة ذلك الشمس في مكانها للشمس ينبغي لها. الولد طبعا اثناء ما كده يكون بيلعب لعبه وسايبك بتتكلم صح ولا لا؟ فانت لما تجيب بالضبط كده لما تجيب واحد من موديل 2007 مسلم موديل 2007 او يعني نظام بلاش موديل دي عشان لا احب الكلمات الاجنبيه في طراز 207 2007 ميلاديه وتكلموا عن الكلام ده وهو اصلا غارق في الدنيا الى اذنيه يقول لك ده بيتكلموا كلام خيالي. لا مش كلام خيالي كلام قراني حقيقي. امال متى نطبق كتاب الله؟ هو كتاب الله نزل لأبو بكر وعمر وسعد والعباس ولم ينزل إلينا أبدا بالعكس نزل إلينا كمان وبالعكس أصبحت الأمور ميسرة أكثر ولكن النفوس التي تغيرت صحيح. فأنت تعال لأم سلمة أم سلمة في نفس الصفة الصبر والاحتساب نفس القضية الاستماع الفوري إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يدخل في عقلها ما دخلش في كلام ماذا قالت للرسول ها وهل هناك خير من ابي سلمة قال لا نعم هي بقى قولي ها عملت ايه ها قالت ولكن قالت. بصدقنية نعم. قالت لابد ان الرسول يفهم عني ما لا افهمه على يعني لما بالله عليك لما هاجر ها وجاءها زوجها ليعلن انه يريد ان يذبح ولده ما الذي يدل على هذا ها أول ما رد الولد ماذا قال إسماعيل يا أبتي افعل ما تؤمر. يبقى من أين جاء بهذه الطواعية وهذه الطاعة؟ لأن أمه ما غيرت وجهة نظره نحو أبيه في السنوات التي تركه فيها. لكن إحنا لو يومين ثلاثة أبوك كرهه العيال في أبوه وهذا الدار الشيخ لا. طيب كيف يبشر يا أبو من يبشره سبحان الله العظيم. واحد زي الفضيل لما يبكي لسارقه ها ولا ابن مسعود لما يدعو لسارقه اللهم بارك له في رزقه وكان يعني محتاج اليه ما الصفه هذه الشيء الصفه هذه الامر قد حدث والمال قد ضاع فهنا التعامل بالفضل جميل. هو بالعدل ان تدعو عليه تمام الاسلام يعطيك الايه يعطيك الحق ان تدعو عليه لأن هذا إيه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم صحيح. فأنت لما تدعو على الظالم هذا حقك لكن لما تتركه من غير دعاء قال علماؤنا لا تدعو على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه يا سلام لا تدعو على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه هذا أمر لو استوعب الشيخ هذا المعنى كل من ظلم الله أكبر دعي الله ينتقم لك ده احنا هنيجي في حلقة عن الظالمين والظالم الذين لن يبشروا ما احنا برضو مبشرات هنيجي من لا يبشر صحيح. او يبشر بشيء اخر من ربنا بشر المنافقين وبشر الفاسقين وبشر بس من باب التهكم نعم ان شاء الله يعني بس احنا بنتكلم عن البشرة الحسنة لكن هذه بشرة العياذ بالله يعني مثلا لما ولدي ايه نايم طول السنة ولا يذاكر يقول انا اخر العام انا اول الدفعة انا اول الصف الدراسي تقول ان شاء الله ان شاء الله ابشر من باب الايه التهكم والسخرية ليست مبشرة سبحان الله. فانت عندما ترى ان هو سرق خلاص السرقة قد تمت فما الذي حدث لما قتل الحمزة وقال صلى الله عليه وسلم لأمثلن بسبعين بدلا من او اقتلن سبعين ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله بيه. اصبح الصبر هنا امر هذه درجات نعم درجات. يعني شيخ هو من حق ان يدعو عليه حق. وكان من حق النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتقم لحمزه لكن التعامل بالفضل وليس الله يرضى لماذا ليه؟ ليه؟ ليه لماذا نقول هذا انا لما اعاملك بالفضل ولا اعاملك بالعدل الله يعاملني بالفضل لان ربنا لو عاملني بالعدل ماذا يحدث تكون النتيجه ضدي فورا أكيد. فورا ما وفينا حقا لا لا هذه يوم القيامة اتعامل بالعدل طيب تعال ويا ربي والله انا صليت انا الذي حببتك في الصلاة بحيث ان اخوك ما كان يصلي يا ربي انا زكيت انا اعطيتك المال يا ربي انا صمت انا اعطيتك الصحة المرأة تقول انا يا ربي تحجبت انا اللي هديتك للحجاب
فإن هذا بالعدل. هذا فضل الله عز وجل. أمثل هذا كله فضل، هذا كله فضل من فضل الله عليك سبحان الله. فأنت تعامل الناس بالفضل ويعاملك رب العباد بالفضل. هذا هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، لأن عنده عدل وفضل. نعم. أو عندما نتعامل بالفضل شيخ وكأننا يعني نكتسب صفة من صفات الله عز وجل. لأنه هو سبحان الله العظيم الله عز وجل. حتى في البيوت، في البيوت قالوا ليست القضية أن تعدل مع زوجتك، لا، البيوت لا تقام على العدل، لا، لو قامت على العدل لانهدمت. هي حاليا قائمة على الظلم، قصة أخرى يعني. نتكلم عن يعني لو قامت البيوت على العدل لانهدمت، لكن لا بد أن تقوم على الفضل. والفضل يأتي ثمرة للصبر. جميل. فإذا ضعف الصبر من زوج على زوجته أو من زوجة على زوجها ذهب الفضل، ذهب الفضل، فأصبح إيه؟ يصبح الظلم. فإذا نحن مطالبين بعدم التعامل بالعدل، ما نقول بالظلم، حتى العدل، حتى العدل ما نتعامل. العدل لا يأتي بنتيجة فضل، لا، العدل لا يأتي. ليه؟ لماذا؟ لأن الغرب يتعاملون بالعدل خلاص وتنهدم البيوت أيضا. نعم. لكن لا بد أن نتعامل بالفضل، بالفضل. وذكر ربنا عليه ولا تنسوا الفضل بينكم حتى بعد الانفصال. بعد الانفصال اللي يتم من فضله ومن أدبه ألا يتكلم عن زوجته. صحيح. أو مطلقته. ومن أدبها وفضلها، لكن ده هو أخباره في العالم كله عن طريق الفضائيات إذا أمكن للزوج وللزوجة منتشرة، منتشرة. وللأسف الشديد وهو الرجل سبحان الله ربما تاب وأناب واستقام حاله، ده هذا لا يصلي ربما صلى، هذا يشرب ربما تاب، هذه غير محجبة ربما تحجبت سبحان. فأين الفضل؟ هذا هو الفضل. قالوا للرجل طلقها، قال أخشى أن يبتلى بها غيري. المهم، فالمهم بعد مدة أساءت معاملته فطلقها، انقضت العدة تزوجت بآخر. قالوا له لما طلقتها؟ خلاص أصبحت غريبة. قال كيف يتسنى لمسلم أن يتكلم عن زوجة أخيه؟ ده يبشر ولا لا يبشر؟ يبشر. نضيفه لقائمة المبشرين دول، نضيف. صح ولا لا؟ نضيفه الشيخ. يعني هو الأول عمل إيه؟ قال يعني أنا أشيل عنكم البلاوي، أخشى أن يبتلى بها غير، يمكن أنا أتحملها يا أخي غير ما يتحملها، أنا أصبر عليها غير ما يصبر عليها. فلما طلقها رفض أن يتحدث عنها. خلاص. هذا هو الفضل، هذا هو الفضل، هذا هو الفضل، هذا هو الفضل. بس أما حكاية أن نلف وندور وصبح. يا راجل ده احنا بنترصد الأخطاء لبعض، والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلام سبحان الله. ولذلك لو أمن المجتمع في التعامل بالفضل تزرع فيه شجرة المحبة. فإذا زرعت شجرة المحبة لا يضرنا أبدا كيد الكائدين، لأن الغير يكيد لنا. الآن في جماعة باحثين ألمان، واحدة مواد تفرغ من إحدى الجامعات، أستاذة تصدر كتاب قريبا للأسف الشديد، سأتكلم فيه يعني بعد بحث للأسف مش علمي ولكن جهلي، من الجهل يعني، أن قريش ومحمد والقرآن هذه أسطورة من الأساطير وخرافة من الخرافات، ليست واقعة تاريخية، يعني ليست في التاريخ أساسا، هي نفت القضية من أساسها يعني. أنتم وأدلة وإثباتات المهم هذا الكتاب سوف يظهر قريبا. يعني إذن كيد الكائد هذا، ألا يحتاج منا إلى بيوت محصنة ومجتمعات محصنة ملتزمة بدين الله عز وجل حتى نستطيع أن نرد كيد الكائدين؟ يا رجل يا مؤمن، ده الفلاسفة الألمان يقولون إن اختراع الصفر العربي الخوارزمي أو بكر الخوارزمي، لما اخترع الصفر قال الصفر ده في صفة التوحيد. فلسفة الألمان، لأن القوم لما ينصفوا يتكلموا كلام جيد. صحيح. قالوا ليه تسألوا ليه التوحيد؟ ولك أي رقم من الأرقام يحتاج إلى رقم بجواره، يعني يقول مثلا 102 يعني 101 زائد 1. صحيح. طب 95 يعني 94 زائد 1، صح ولا لا؟ يحتاج إلى غيره. الصفر لا يحتاج إلى غيره، هو مستقل لوحده. نمرة 1. نمرة 2، إذا وضع عن يميني أي رقم ضعفه 10 أمثال والحسد عند الله بعشر. فقال لك الخوارزمي لما اخترع ما كانش بيتكلم أي كلام. جميل. لما تحط 1 جنبها إيه؟ صفر، يبقى إيه؟ 10. طب 10 جنبها صفر 100، وال 100 جنبها صفر 10 أضعاف. نعم. قال لك الخوارزمي لما اخترع، وهو أصلا الخوارزمي لما عمل علم الجبر
ها عملوا ليه؟ عشان توزيع تقسيم الميراث، علم الموارد، علم الفرائض. نعم. فاذا حتى بفضل الله المخترع الاسلامي في صفه الدين والتوحيد، في صفه الدين والتوحيد، سبحان الله. جميل جميل. نعم نعم. فنحن نقول لابد ان يعود المجتمع الى حقائق الاسلام الكبيره فيتعامل بالفضل. انا اتعامل مع جاري بالفضل. يقول جار ابو حنيفه شاب يهودي يسكر كثيرا، يقول اضاعوني واي فتى اضاعوا. هو هذا هو هذا هو الجار اضاعوا اي فتى اضاعوا، يعني ضيعوني لان راجل كبار انا سبحان الله. عندما يسكر بالليل يعني خلاص بقى. هو بيقول يعني ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير، فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، أكبر قصير عند كسرى، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. يعود إلى حقيقة وهو في الهوى ما يغوز براحته. فتقول أضاعوني وأي فتى أضاع، ويشوش طول الليل بالخرافات اللي يقولها على قيام أبي حنيفة. افتقدوا أبو حنيفة يومين، ما عاد يسمع صوته، ما فين الصوت اللي أضاعوه ده وما أضاعوناش. فتعالى غدا في المخفر، مخفر الشرطه. فذهب ابو حنيفه بنفسه بعد صلاه الصبح الى مخفر الشرطه. القائمين على المخفر ابو حنيفه الامام يجي المخفر، طبعا عالم يذهب الى المخفر. نعم. يعني زمان كانت يعني نعم. وقد يذهب حاليا في بعض البلاد لامر سهل يعني. الله المستعان. نسال الله السلامه. فلكن اول ما دخل فسبحان الله خيرا، قال والله لي جار اريد ان اشفع انه سبحان الله يخرج لا اله الا الله. ف اخرج المسؤولين عن المخفر كل من في المخفر اكراما لجلاله ابي حنيفه. الله اكبر. فكل ما يلقى الفتى، هل اضعناك يا فتى؟ قل لا والله يا امام، الى ان تاب الله عليه واصبح من اكبر تلاميذ الامام. يا سلام. هذا بالفضل، هذا بالفضل، بالفضل. نعم. سبحان الله. والذي يقال لو تعامل معاه بالعدل كان من لا لا العدل يعني ايه بالعدل؟ حق الامام ان يشتكي عليك، يشتكي عليه اولا يزعج الجيران وبعدين يعمل معصيه وبعدين يجاهر بالمعصيه وسبحان الله. ولذلك يقول لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. شبه ابن مسعود ماشي رجل اعرابي في حاله من التشنج. ليه؟ المطر ما نزلش من مده والارض قاحله والقطيع عنده يكاد يهلك من العطش. في بص للسماء كده يقول رب العباد ما لنا ومالك، قد كنت تسقينا فما بدالك، انزل علينا الماء لا ابا لك. لا ابا لك هذه شتيمه، هذا هجاء في اللغه العربيه. الطلب بهذا الاسلوب. قال ابن مسعود بلغ الرجل قمه التوحيد فلا ابا لله ولا ولد. سبحان الله. يبقى اذن راحت فيه النظره الايجابيه يا شيخ. عمر الله يرضى عليه بن عبد العزيز لما داس على رجل الرجل وهو نايم في المسجد، فهب الرجل وما يعرف من ده، أنت أعمى؟ قال كلا. فالحاشية قال صبركم بالله، يسألني سؤالا أنت أعمى؟ فقلت له كلا. ها ده فضل ولا عدل؟ فضل. طيب والله فضل. إيه بالله عليك أعصاب عمر بن عبد العزيز هادئة أم مثارة؟ هادئة. لماذا؟ جدا. لأنه تعود على العطاء. صحيح. تعود. يقال أن تعود على الفضل الشيخ. تعود على الفضل. وذلك يقال أن أشعب كان طماع ودائما يحب الولائم وكذا، فوقع في بئر فالناس يمدون هات يدك هات يدك، فالقاضي جه اليوم هات يدك مش راضي يمد يده، قال ما تعود على هات خذ يدي خذ يدي. فهو لم يتعود على. كان لنا شيخنا رحمه الله عليه الدكتور سيد نوح كان يقول يعني الراجل رجع البيت في حاله من الثوره رحمه الله عليه، فيقول ايه فرجع من البيت فأقول أنت كل شيء كل ما تدخل البيت هات 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 ما في خد، ولا خد الجهاز صلحه أي مؤمن صلحه. المهم في ناس تعودت على كلمة هات، أما كلمة خد هذه أو صعب 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 صعب. فالذين يتعاملون بهذا الفضل. لذلك لما أطفئت المسرجة وعمر جالس في المجلس فقام رضي الله عنه أوقدها ابن عبد العزيز، قال أمير المؤمنين أما أمرت أحدنا؟ قال قمت أنا عمر ورجعت أنا عمر. بس بهذا الهدوء بساطة شديدة وهدوء هذا هو التعامل. هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يعني احنا عندنا حسن وأحسن. جميل. حسن وأحسن، فهم ماشيين في الايه في الأحسن. لماذا؟ لأن درجاتهم عالية. جميل شيخ. نعم. هل هناك صفات أخرى تود إضافتها؟ والله احنا يعني صفات يعني فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أن سبحان الله لما تجد أي إنسان حتى في يعني قصدي في بيوتنا في بيوتنا. نعم. الابن يجد احيانا جفاء من ابيه مثلا في. نعم. اب جافي. نعم. هو مش جافي، هو جافي المظهر،
لكن الأب من الداخل أو الأم في قلبه حنو وعطف عجيب، ولكن بعض الناس لا يعرف أن يخرج هذه المحبة. مش الأقرع بن حابس دخل لي الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل في الحسن ويقبل في الحسين ويدعي بالحسن ويدعي بالحسين ويعمل على أربع ويركب على ظهره ويقف عليه وهو يصلي سبحان الله العظيم. قال أتصنعون هذا مع أبنائكم يا رسول؟ قال ماذا تصنع أقرع؟ أنت أقرع بن حابس. أقرع بن حابس كان بدوي زعيم. قال عندي 10 من الولد، ما أذكر أني قبلت أحدا منهم. يا الله ما يذكر ان ما يذكر قبلنا. فقال صلى الله عليه وسلم وماذا اصنع وقد نزع الله الرحمه من قلبك؟ انا اعمل لك ايه؟ انت الرحمه مش موجوده عندك اساسا. فاذا هذه يعني، لكن رغم ذلك قلب الرجل سبحان الله مليء بالرحمه ام الرحمه تبدلت منه او تبخر؟ لا مليء بس لا. فاحيانا بعض الاولاد يجدون جفاء من اب او من ام، لا يعني هذا الولد يعني لا يرد هذا الجفاء بعقوق، لا يعامله خلاص يعني سبحان الله العظيم. يعني قال احدهم يعني من العاقين، لو كان مثلك في زمان المصطفى ما كان في القران بر الوالدين والعياذ بالله. يعني هذا من جفاء الولد. نعم. لما وصل به العقوق لدرجه الى منتهى، لو كان زيك ايام نزول القران ما أمر. لا 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 بالعكس بالعكس. شوف سيدنا ابراهيم يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا طويلا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يعني قول له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ شو الجفابة؟ لئن لم تنتهي ده المسلم وده الكافر. الفرق بين سبحان الله. لئن لم تنتهي وهجرني مليء. سبحان الله لأرجمنك وهجرني مليء. قال سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. سبحان الله. فهذا تعامل بالفضل، هذا تعامل بالفضل سبحان الله. جميل. نعم. قضية شيخ أنت تطرقت في حديثك إلى الحسن والأحسن. نعم نعم. هل هناك في شرع الله عز وجل هذا الأمر حسن وأحسن؟ طبعا فرضنا جدلا أن الله أمرنا بالفرض وحببنا في النوافل. نعم. المسلم الحقيقي يعمل إيه؟ يقوم بالفرض ثم يقوم بالنفل، فعمل الحسن وعمل الأحسن. والأحسن. يعني وبعدين أنا أصلا مش ممكن يعمل النفل دون أن يصنع الفرض، والله لا يقبل النفل إلا إذا أديت الفريضة. نعم. يعني لو أعمل 100 عمرة هل يغني هذا عن حجة واحدة؟ أبدا. لا لابد من الحج طالما أنا أستطيع. يعني أصلي طوال الليل لكن لم أصلي العشاء ما يصير. سبحان الله. ففي حسن وأحسن في شرع الله. الحسن هو كل ما فرض الله عز وجل فهو حسن. اما الاضافات يقول ايه؟ فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. يعني لما تخلص صلتان وعيد الصلاه مره اخرى، او يعني زود في الصلاه. نعم. تنفل اقرا القران اذكر الله وهكذا سبحان الله. واحد زي عمر يمسك يد ابي موسى، يا ابا موسى تعال اجلس فذكرنا بالله، تعال لنؤمن ساعه. هذه ايه؟ هذا هو احسن. نعم. سبحان الله العظيم. فوق الحسن فوق. الله يرضى عليه. والكاظمين الغيظ، قال له كظمت غيظي، قال له العافين عن الناس، قال له عفوت عنك، قال له والله يحب المحسنين، قال له انت حر لوجه الله. اذا تدرج حسن فاحسن واحسن. والامام الحسين لما يعطي البتاع بتعطيه ورده الجاري عنده. نعم. قال له انت حر لوجه الله. قال يا امام دي ورده سبحان الله. قال اعطتنا على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا. سبحان الله. والرجل الكريم لما اعطى العربيه قطيع من الابل، قال يا ايها الامير هي لا تعرفك، قال ولكني اعرف نفسي. شوف جميل الكلام. فقضيه يعني مساحه الخير ومساحه الاحسن هذه التي يجب ان نتحرك فيها. لماذا؟ الحسن عامل زي البيت. والاحسن عامل زي الحديقه البستان. فلما انت تعمل الاحسن دائما ويجي اللص يدخل الاول على الايه؟ على البستان يفيق اصحاب البيت. صحيح. لكن لو تعمل الحسن بس الشيطان يدخل على الفرض رأسا مباشرة. نعم. طيب شيخ واحد. يعني نعم. سنعود مرة أخرى للحديث عن الحسن والأحسن. نعم نعم. ولكن بسؤال آخر وأستأذنك مرة أخرى. نعم. وأستأذن السادة المشاهدين بفاصل قصير، ولكن بعد الفاصل مشاهدين الكرام سنعود للحديث عن بعض المحاور، وبعد هذه المحاور سوف نستقبل مكالماتكم الهاتفية للحديث عن
سؤال ووصية فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية، وهي ماذا قدمت للإسلام في الأسبوع القادم؟ ربما نستمع الأسبوع الماضي عفوا، ربما نستمع لمشاهدين الكرام إلى ماذا قدمتم، ولكن في آخر الفقرة القادمة. أنتظركم بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى وفي حلقة اليوم والتي هي بعنوان فبشر عباد. بقي من وقت البرنامج القليل مشاهدين الكرام، سأبدأ في الحوار مع فضيلة الشيخ في محور أخير، وبعد ذلك سأستقبل مكالماتكم لكي تحدثوني بماذا قدمتم للإسلام من خلال الأسبوع الماضي. فضيلة الشيخ، تحدثنا عن الحسن والأحسن وكان هذا هو محورنا الأخير. سؤالي الآن، الأمثلة الرائعة التي ذكرتها، هؤلاء السباقين إلى الأحسن دائما، لماذا كانوا سباقين إلى الأحسن؟ هؤلاء، هناك فرق بين المسلم والمؤمن. ما الفرق؟ الفرق المسلم من أسلم وجهه لله وهو محسن. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، يعني سلمت كل أمري لله عز وجل، خلاص، ونحن له مسلمون، خلاص. يترقى العبد فيصير مؤمنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى دي من درجة إيه؟ أعلى. ده في درجة ده الإيمان، وبعدين في درجة الإحسان اللي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعبدوا الله على درجة الإحسان. نعم، عبدوا الله على درجة الإيه؟ الإحسان. الإحسان. فأصبح شوف سرورهم بالمصيبة كسرورهم بالنعمة، لأن كليهما من الله. جميل. لأن كلتاهما من الله. شفت؟ هي دي الدرجة. أنه هو لما يجيله الابتلاء يقول مرحبا بشعار الصالحين، يقول إيه، أنا ربنا يحبني للدرجة دي؟ أنا أصبحت مبتلى؟ أنا ربنا أنا في عداد المصابين، في عباد أهل الابتلاء، يجيني عملية جراحية ويجيني خلل في أذني وخلل في عيني وخلل في جسدي ويجيني السكر ويجيني الضغط؟ لا 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 لا، ده أنا من الصالحين. هكذا ده العبد الايه الذي يتلقى المصيبة لأنها من الله. يبقى دي هدية من الله جاية له. عجبا لأمر المؤمن. بس إذا فهم هذا، هكذا فهم الصحابة. ده اللي جعل سعد يقول ايه، يقول اختيار الله خير لي من بصري. صحيح. بقى هي دي الايه اللي تقديم مراد الله، تقديم مراد الله. خلاص هاجر قلت له ايه، الله أمرك بهذا، ربنا اللي قالك، خلاص إذا لن يضيعنا، انتهى الأمر. هي كده، هي نفس القضية كده، يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، خلاص قضي الأمر. مش العربية البسيطة اللي فرحانين، قال ده الشيخ فلان العالم العلامة جاء بغداد وأعطانا محاضرة في 30 دليل على وجود الله. قالت العربية البسيطة، والله إنه عالم سوء، وهل يحتاج الله إلى دليل؟ دليل واحد حتى دخل الشمس راح تحتاج إلى دليل، فما بالك. فاذا يعني هذه ايمانيات، هذه ايمانيات راقيه، سبحان الله. شيخ، قد يقول قائل، نعم، يعني في هذا الزمان، في غمره هذه الزحمه والمدنيه وال يعني الا يكفينا ان نكتفي بالحسن؟ لا، الحسن لا يكفينا في هذا الزمن، لان الميكروبات والجراثيم كثيره، فاذا كثرت الميكروبات والجراثيم يجب ان نرتقي. تخيل انت ان الان غرفه مليئه بالثعابين والخفافيش والحياة والعقارب، تمام؟ نعم. وأنت متعلق في الثريا فوق، هل تضرك هذه الثعابين وتلك العقارب؟ وأنت فوق لا. أنت فوق لا، خلاص هذا الأحسن، هذا الأحسن. لكن حسن أنت قاعد وسطيهم. تقوم بالفرض وخلاص. صحيح. عند أي خلل هتنام عن صلاة العشاء، عند أي خلل هتفطر يومين من رمضان، لكن لما اثنين وخميس يوم يوم لا، ثلاث أيام من الشهر قيام ليل، قراءة قرآن، حضور مجلس علم، عيادة مريض، تشييع جنازة، كل دي حسنات أبصدة. شوف، أنت تصنع والملائكة تبني، أنت تعمل والملائكة، أنت وقفت عن العمل توقف البناؤون عن البناء. نعم، بس هيك هيك. جميل. يعني شيخ، مثل خلنا يعني نوصفها بالحاجز. أنت عندما تعمل الحسن هذا حاجز، تحجزك عن الشر. نعم. الأحسن حاجز آخر. لا، ومش حاجز اخر بس، لا، حاجز مع ترقي، حاجز مع ترقي، سبحان الله العظيم. يعني مثال بسيط، يعني الشافعي يقول يعني حرمت قيام الليل ليله، فسالت شيخي، نعم، قلت له يا شيخ لم اقم الليله،
قال يا شافعي قيدتك ذنوبك. هذا الإمام الشافعي قيدتك ذنوبك، يعني الذنوب قيدته بالإيه؟ في الفراش. فبحثت عن الذنب الذي صنعت، مش عن الذنب الذي لم أصنع، لا، لأنه الذنب اللي صنعه إيه؟ قليل. إحنا لما نبحث نبحث عن إيه؟ الله المستعان. الله المستعان عن الذنب الذي لم نصنع، لأنه كله المسألة لا التوبة. فبحثت عن الذنب الذي صنعت، فتذكرت أني دخلت المسجد منذ جمعة، رأيت رجلا يصلي قبل الفجر ويبكي في المسجد، فقلت في نفسي كان حريا بهذا أن يصلي ويبكي في بيته، فعلمت أني قد غتبته، فذهبت فبحثت عنه فاستسمحته، فعدت إلى قيام الليل مرة. يا الله، غيبة داخلية واحدة هي اعتبرها غيبة، لأنه ما اغتابه، ده اغتابه قلبيا يعني، ده في نفسه لما ما شهر بيع، لما يقول يا عم ما تروح صلي بيتك أبدا، ده في هو نفسه، بينه وبين نفسه يعني، نفسه. فشعر لعل الله عز وجل ما يحاسب عنها حتى، لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. بس لما الولد يبقى متفوق 98% 98% 98% مرة جاب 95، عم ده خايب، ده خطأ كبير، انت مش على بد، لكن الولد ابو 50% وجاب مره 60، الله اكبر، انت صرت متفوق ما شاء الله، هي كده بهذا المنطق. طيب شيخ، كما وعدنا اخواننا المشاهدين بان نشاركهم معنا في نهايه الحلقه، أهلاً معي مكالمه من الاردن. اهلا وسهلا. والاخ بكر، حياك الله اخي الكريم، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتنا لفضيله الدكتور العلامه عمر عبد الكافي. مرحبا، اهلا وسهلا، الله يحييك اخي الكريم، ولأخونا الأستاذ حسن، حياك الله أخي، وللقائمين على البرنامج القيم، بارك الله فيك، وذكرنا في البرنامج الدين القيم، وهذا ديننا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. تفضل أخي بكر. أفضل، بارك الله فيك. بالنسبة للمبشرات وهي كثر الحمد لله رب العالمين، الآية رقم 70 من سورة الفرقان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله عن فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب. آمين يا رب العالمين. وبفضل الله رب العالمين هداني أنه نأخذ بوصية فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، الله يكرمه، أنه أقرأ سورة الفتح بعد صلاة الفجر في كل يوم بفضل الله. جميل جميل، شكرا لك أخي بكر، بارك الله فيك. إذا الأخ بكر يعني استجاب لتوصيتك فضيلة الشيخ، وقرأ يعني صورة من القرآن في بعد صلاة الفجر في كل يوم، تعلق على يعني هذا عمل جميل الأخ. هذا له، فماذا للإسلام؟ للآخرين، هذا له. هذا لا يضيع إن شاء الله عند الله، وربنا يجعلنا وإياه من العاملين بما نقرأ ونتلو، هذا له، فماذا للإسلام؟ جميل، هذا تعليق. ربما نستمع في المكالمة الأخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام الله عليك يا عبد الرحمن. كيف الحال؟ أهلا يا عبد الرحمن، حياك الله. أشهد الله سبحانه وتعالى أني بحب الدكتور في الله. الله يرحمك، الله حتى يبارك الله فيك. اللهم آمين يا رب العالمين، وأنا دائما من الحضور لك في المسجد في خطبة الجمعة. بارك الله فيك. وأدعو الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن تكون نصرا لهذا الدين. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن، يعني هل استجبت لوصية فضيلة الشيخ في نعم. نهاية حلقة الأسبوع الماضي؟ طيب. نعم، بفضل الله سبحانه وتعالى. خبرنا ماذا فعلت؟ ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى فهو لي كما قال الشيخ. نعم. أما ما بيني وبين الإسلام فالله أسأل أن يتقبله. دخلت على جميع المواقع التي أتردد عليها وكتبت عبارات لنصر الإسلام والمسلمين. جميل. والدعاء للقدس العتيق وللعراق الشقيق أن ينصره الله سبحانه وتعالى. جميل. ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا الدعاء، ثم نشرت هذا الخبر لهذا البرنامج، ودعوت الإخوة لكي يتابعوه من الحلقة الأولى وهذه هي الحلقة الثانية، والله الله أن يتقبل هذا العمل. ودخلت بعض الرومات أيضا كي أخبر الشيخ وأشغلها هذه المادة لكي يستمع لها الآخرين، فالله الله أسأل أن يتقبل هذا العمل المتواضع. آمين يا رب. يا شيخنا الغالي لا تنساني من دعائك. بارك الله فيك، شكرا لك يا اخي عبد الرحمن، بارك الله فيك. شيخ تعلق على العمل الجميل الرائع اللي عمل عبد الرحمن، نثني عليه خير ما شاء الله، جزاه الله خير، مجال واسع وكبير الشيخ الانترنت اكيد المسلم كل واحد عنده فكره جميله، وكل واحد بما فتح الله له هيس اما لنفسه او لنفسه والاخرين. اخي يبقى الامه عامله، احنا عايزين نحول امه نشيطه. نعم نعم، انا
وانا اشكر عبد الرحمن انه يعني اعلن عن هذا البرنامج وبارك الله فيه، وان شاء الله له الاجر الكثير ان شاء الله. ويجب ان يعلن عن كل برنامج جيد يعود على المسلمين بالخير ايضا والدال على الخير وكفاعل كفاعل. مكالمه اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ سامي من المانيا، حياك الله. حياكم الله فضيله الدكتور عمر. يا اهلا وسهلا، مرحبا. الله يكرمك. سامي الهجراتي من ماينز. والله احنا قمنا من حوالي اسبوع الان باخذ موافقه للحضانه الاسلاميه، خدنا المكان ونسعى منذ 3 سنوات لانشاء مدرسه اسلاميه. الملف بتاع المشروع موجود في وزاره الامانه العامه للاوقاف بالشارقه. وطبعا الدكتور عمر عبد الكافي يعني احنا قابلناه في المانيا اكثر من مره وسعدنا بلقائه ونحبه في الله والله. فمن المبشرات هو اخذان المكان الان للحضانه الاسلاميه. من الحاجات اللي ان شاء الله تبشرونا بيها ان سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم ان شاء الله يخدمنا في ان تقام هذه المدرسه الاسلاميه، والدكتور عمر عبد الكافي وكل من هم من اهل الخير يدعموا هذا المشروع، لانه بدون مدرسه وبدون حضانه اسلاميه يعني فيها ضياع للمسلمين، والدكتور يعلم جيدا أكيد مدى خطوره عدم وجود هذه المشاريع من حضانات ومدارس. اكيد. بارك الله فيك دكتور، جزاكم الله كل خير وجزا الاخوه في الشارقه على هذه البرامج الهادفه، وربنا يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا سامي، اذا مشروع رائع ما شاء الله، وان شاء الله ربنا يتم عليهم للخير ان شاء الله باذن الله. دعوه شيخ وجهها لاصحاب المال واصحاب ربنا يبارك فيهم، يعني هكذا سمعوا من الاخ سامي ان شاء الله واخوانه القائمين على هذا الخير. والحقيقه سمو الشيخ دكتور سلطان لا يقصر ابدا ولا له جهدا في صناعه الخير، واخوه كلهم في الامارات عامه وفي الخليج ايضا كلهم اهل خير ان شاء الله. ندعو الجميع للمشاركه في مثل المشاريع. اي انسان يجد خيرا يجب ان يقدمه للمسلمين، هذا هو الباقي، بقيت كلها وضاع الذراع. نعم. مكالمه اخرى. الاخ عامر، حياك الله يا عامر. أم عامر تفضل يا أم عامر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. طبعا أهلا يا أم عامر. الله كل خير يا رب على هذا البرنامج وكل البرامج اللي بتقوموا فيها. وإياك إن شاء الله. شكرا يا أم عامر. تفضل. بالنسبة للي قدمته في الأسبوع الماضي، نعم، ولو أن الأسبوع الماضي بالذات بس اللي ما قدمت، بس كل أسبوع عادة بقدم بس مع بعض الجيران والمعارف والأقارب وبدرسهم تجويد القرآن. جميل. إن شاء الله ربنا ينفعنا فيه إن شاء الله يا شيخنا. الله يتقبل منك إن شاء الله. شكرا يا أم عامر. هاي المشاركة يا دكتور. نعم. عمر حول تفضل. الحلقة نفسها تفضل. يعني لقد لاحظت والله أعلم بمراده أن هؤلاء العباد المبشرون وهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بأن كل الآيات التي سبقت هذه الآية قد جاء على رأسها أو من خلالها قوله تعالى كل، وكأن كل منها بمثابة القول المعني في الآية الكريمة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إلا أنه من بيان هذه الآيات فهناك من القول ما يخص من يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وهم أولو الألباب وهم المبشرون المعنيون، وفي المقابل فمنها ما يخص من كفر بالله وخسر الدنيا والآخرة. نعم. الآيات كم هي مفصلة لآيات سورة الكافرون. نعم. قل يا أيها الكافرون إلى آخر الآيات. وخارج نطاق هذه الآيات هناك من يخير بين أمرين أو قولين، فمنا من يختار ما يناسب هواه فلا يستمع إلا لنفسه، ومنا من يستفتي قلبه بما يرضي الله ورسوله، فإن كنا كذلك لكنا في زمرة قوله تعالى فبشر عباد. هذا والله أعلم. شكرا 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 يا أم عامر وجزاك الله ألف خير. شيخ تعلق بشكل سريع على مكالمة أم عامر. جزا الله خيرا، بارك الله فيها، وأكثر الله من أمثال هؤلاء الذين يصنعون الإسلام خيرا إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك شيخ. شيخ الآن أتينا إلى وصية حلقة اليوم. وصية حلقة اليوم إن شاء الله كي نكون من المبشرين القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعضنا يعني يحافظ على حفظ آيات معينة القرآن، أو من يأخذ إجازة على يد يعني يهجر القرآن، أو من يقرأه في المناسبات أو من الجمعة إلى الجمعة. أنا أريد ألا ينام مسلم أو مسلمة إلا وقد قرأ جزءا من كتاب الله سبحانه وتعالى، ليتحول بعد ذلك أن يقرأ جزءا وجزئين. قال علماؤنا من لم يختم القرآن في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله. فأنا أدعو كل الإخوة والأخوات كبارا وصغارا ألا ينام أحدهم إلا وقد قرأ تلا جزءا من كتاب، ينام على طهارة، ينام على وضوء، ينام على قراءة القرآن، يعني وكأنما إن شاء الله
يوضع له في ان شاء الله سوف يوضع له في ميزان حسناته ويصير هذه تصير عادة وعبادة ان شاء الله. جميل. اذا يعني الوصية ان نبدأ من الليلة ان شاء الله. من الليلة قراءة اخر جزء. من مواظب على الجزء يزيد جزء كمان. جميل. يعني بإذن الله رب العالمين. جميل. شكرا لك فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. وبارك الله فيك وما قصر في حلقة اليوم. اهلا بكم. بارك الله فيك. والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام، على أمل أن يكون اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم الموعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.